بسم الله الرحمن الرحيم برحب بحضراتكم أرى التاريخ محفور هناك بأيدين جدوده وفي وسط معابدها العظيمة شاب عوده ولما من النيل ارتوى وأثبت وجوده بقى بحفيد الفراعنة في كل الدنيا بيندهوله شمس الصعيد نورها طل ودف قلبه ونسمة العصر في غيطانه خلت حب مصر في دمه وأرض بلدي الطيبة زرع سنابها سنابلها بكفه وتعلم معنى الشهامة وبإيمانه قام بواجبه وما كبر طفل الصعيد اصبح اعظم سفير لبلده. يمكن موضوعنا النهارده غريب ومختلف شويه ولكن احنا بنتكلم النهارده عن البيئه والمناخ اللي بينشا فيه وبيتربى فيه الطفل. يا ترى بيأثر قد ايه في تكوين شخصيته؟ ده اللي هنقوله ان شاء الله النهارده مع الاستاذ الدكتور ايهاب بعيد واكيد بنرحب باتصالات حضراتكم واسئلتكم ولكن بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مره تانية معنا النهارده الاستاذ الدكتور ايهاب بعيد اكيد بنرحب بتصلت حضراتكم واسئلتكم دكتور ايهاب سلام عليكم اهلا زي بحضرتك زي كل سنه وحضرتك طيب طيبه يا فندم ربنا يخليك يعني بنتكلم عن موضوع مهم وفكره وفك البيئه المحيطه بالطفل زبط. هي قد ايه بتكون شخصيته وقد ايه بتاثر في شخصيته زبط. وفي طباعه وفي سلوكياته وفي القيم والعادات والتقاليد اللي ممكن زبط. يكون زبط. اتعلمها بالتحديد احنا بنتكلم عن طفل الريف او طفل, طفل الصعيد بالظبط هو بينشا ازاي وبيتعلم ايه و... الطبيعه اللي حواليه والمناخ اللي حواليه والخضره والجو والهواء ويعني و... طبيعه الارياف اكيد هي مختلفه عننا هنا ويمكن الهواء هناك بيبقى فيه نقاء أكتر بكثير جدا هل ده فعلا بياثر في تربيه الطفل بياثر في طباعه في سلوكياته في عصبيته في هدوءه بصي يا يمكن يعني كل اللي قلتيه فعلا صح النيتشر الطبيعه وتاثيرها على الطفل ملهاش يعني يعني مفيش شك كل العالم اتكلم عن ده يمكن انا التجربه اللي عايز اقولها لك يمكن يعني احنا ده. بنتكلم عن الموضوع ده بالتحديد لان بالزبط. حضرتك شفته ولمسته على الواقع بالظبط يمكن اجيب بتاع الزرافه دي عشان اقول رحنا كجامعه عين شمس رحنا قافله حلوه جدا لمحافظه يقال عنها فقيره يقال عنها جهله شويه يقال عنها يعني متاثره بمشاكل كتير محافظه الفيوم يا لميا المفاجاه طبعا ده بيفكرني برضو بان انا بقدم العزاء طبعا لل... في الح... قتل اخواتنا طبعا. اللي ماتوا طبعا. في الكنيسه وكده كلهم اخواتنا فاللي عايز اقول لك يا انه انه لما رحت هناك اتفاجئت زي ما انت قلتي بقى الهوا ما عرفش في حاجه في حاجه آه العيال اذكياء بطريقه غريبه جدا يا وانا انا طبعا الفيوم رحت قبل كده وليا قرايب فيها حتى المره دي ما قدرتش أرو... اشوف قرايبي خالص من كتر ضيق الوقت كنت بروح مدارس نعمل توعيه ونروح عيادات نشوف اطفال <applause> اوكي في كم مشاكل سلوكيه شبيهه بتاعتنا هقول عليها بس لما تشوفي العيال وذكائهم المتوقد عملنا حبة جوائز خفيفه كده كان معايا اساتذه من كليه الطب على اساتذه من كليه البنات على على احنا يا جماعه هنعمل جايزه مش اللي السؤال الفلاني كميه معلومات العيال دي احنا كنا في قريه اسمها السعيديه قريه نائيه شويه في مركز اسمه سنورس سن في, في الفيوم محافظه الفيوم عايز اقول لك وكان بصراحه برضو يعني خلينا اقول سواء رئيس جامعة عين شمس دكتور عبد الوهاب عزر أو المحافظ نشيط جدا دكتور جمال سامي طبيب أطفال أصلا أيوة عملوا لنا سبورت عشان نوصل للعيال دي غير طبيعي فعايز أقول لك إحنا كمان بقلبنا دخلنا بس بقول لك فوجئت بالعيال اللي أنا متوقع النكت اللي بتتقال على الصعايدة دي مش موجودة خالص خالص دول دول أنا بقيت أبص إيه ده؟ إيه الناس دي؟ ايه العيال دي؟ ومنين بيعملوا كده؟ انا شايف الموارد مش حلوه. يعني الموارد فعلا عندهم محدوده، بس العيال يا ناميه تبص في عينيهم هتنط من وشهم، عندهم طموحات، عندهم. هقول لحضرتك حاجه، دكتور ما اعرفش يعني يعني هل ده ممكن يكون السبب ولا لا؟ يمكن احنا عندنا هنا الدنيا مفتوحه اكتر شويه. أوه. يعني ممكن أوكي. تلاقي في اماكن كتير قوي للخروج. تمام. في اصحاب كتير قوي وبنسهر كتير. أوه. أوه. ما بنصحاش بدري زي. لا انا اقصد ان هم ممكن يكون عندهم وقت كافي بالظبط ما انا قصدي كده ان هم يبقوا قاعدين متفرغين عايزين يعرفوا وعايزين يفهموا وعايزين يقرأوا وعايزين يكتبوا وعايزين يذاكروا اه احنا يمكن برضو النوادي والتدريبات والخروج كنت بالك بتيجي باتجاه سلبي بقى بالعكس يعني بالزبط. يعني على قد ما احنا بنحاول نحرص ان احنا نحط في عيالنا في اضيق مم. وقت اكتر خبرات وامهر حاجات برضو في على الناحيه الثانيه مزايا تانية هذا التفرغ مع الطبيعه والتامل ووجود وقت للقراءة الورقية حتى مش الديجيتال ها مش الشاشات قوي لو ان سبحان الله كلهم معاهم موبايلات وكلهم بس موبايلات بسيطة بس يعني يعني عارفين يتواصلوا مع بعض كويس جدا دخلت الجوامع شفت ال 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 بيحبوا بلدهم انا في ولد قابلته يا احلى حاجة عجبتني الجايد بتاعنا كان من الفيوم شاب اسمه محمود الشاب ده انبسطت لما عرفت انه فيومي يتكلم انجليش ويتكلم مش عارف ايه وهو في في الاوتوبيس يحكي لنا ووزع علينا بتاع مطويه ظريفه عن الفيوم مم. عجبتني جدا سمبل قوي وفيها الخريطه وبتاع طول ما احنا ماشيين بصوا يا جماعه هنا اكتر حاجه بتحب احبها لميا يعني ان انا اشوف حد بيحب بلده مم. لما رحت لبنان مره سواء الأتوبيس العادي بساله بقول له هو هنا بيت رفيق الحريري فقال لي شوف بدي اقول لك هون مش عارف راغب علامه لو مشيت هيك تلاقي إيه ورقة عارفين عارفين البلد كل معالم حول السواق الى جايد بح... حسيته انه بيحب بلده مع ان بلده اكيد ممكن يكون في عنده مشاكل فيها مم. دايما احنا سفر لبلادنا فالراجل مم. بتاع الفيوم ده والعيال بتاعت الفيوم دي اللي فتحت نفسي للفيوم اللي هي معلش انا اسف يعني مش زي اسكندريه يعني مم. مش زي جنوب سينا بس ايه مبسوطين ليه كده قوي مبسوطين مم. على ايه وفرحانين عندهم رضا. ايه الرضا وايه الانتماء إيه ده انا ما, جبتش كان كنت عايز اجيب لك فيديو يا لاميا وهم بيقولوا وهم بيقولوا بلادي بلادي مم. انا يعني يا ريتني ما قلت قولوا بلادي بقول لهم قولوا بصيت لقيت هبوا بلادي بصيت لقيت البتاع بيترج كانوا هيوقعوا البنش اللي احنا قاعدين من كتر ما العيال بنات والولاد عندهم حماس عندهم حماس طب انتوا ايه يعني يعني فالحمد لله رب العالمين يعني فقصدي زي ما انت بتقولي كذكاءات كانتماءات كشخصيات العيال دي. وانا قلت لهم انتوا هيطلع منكم خدوا بالكم طه حسين احمد زويل كلهم طلعوا من قرى زيك يا اولاد فالعيال الاولاد والبنات وهتبصي كده مقتنعين وهيعملوا حاجه فده شيء رائع جدا يعني عندهم نوع من التفاؤل التفاؤل ده في حد ذاته جميل هو اللي بيخلي البني ادم ايوه هو ده الطاقه الايجابيه يقدر ياخد خطوات أيوة. لقدام ايوه شفت فيهم طاقه ايجابيه ما شفتهاش في بتوع المدينه كتير والله العظيم يعني شوف انت بتقولي اهو زنقتنا العيال بدات هنا في المدينه تكتئب في القاهره ما بندور يعني على على الحاجات اللي, اللي, اللي انت عليه طاقه الإيجابية ايوه فبنروح ندور على الطاقه الايجابيه هم لا عندهم مزيد الحقيقه من ده هل الخضره وال وال والفضاء اه اه هو اللي بي بيخلق حالة نفسية فيها هدوء واستقرار نفسي كل الأديان حتى البوذية والناس اللي بتتكلم على النار والتراب والإغريق والكلام م. الإيمانات ده هي لا كلها ذكرت بما فيهم الإسلام اتكلم على الطبيعة واتكلم على التوازن الشخصي <applause> احنا دايما احنا ككبار كمان يعني لما الواحد يحس ان هو مرهق نفسيا زيادة عن بيروح يعمل ايه؟ يحس ان هو عايز يخرج للطبيعة يشم يعني شوية هواء نقي في شمس في لا 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 الدنيا كانت بيس قوي بيسفل وعايز اقول لك حاجه برضو عشان خلينا يعني عايز اقول لك ايه آه زي ما بنذكر وبننتقد حاجات كتير لازم نقول الحاجات الحلوه برضو انا بتكلم هنا كمان على مؤس على على المؤسسه اللي انا بشتغل فيها لما تلاقي رئيس جامعه هي انا مبسوط من الحته دي قوي رئيس جامعه قاعد آه بتيشرت معاكي والخمس احنا رحنا خمس ايام بالاتوبيس ما اعرفش انا في صور نامية يبقى ان شاء الله اه بيجهزوها باذن الله فبكل بساطه وقاعدين ننكت وقاعدين رئيس جامعه انا مش بتكلم في عميد كليه ببساطه ببساطه شديده جدا وهو ده المفروض الاصل في الامور ايوه فالشخصيات المصريه المحافظ نفسه رئيس جامعه الفيوم اتصاحب علينا بقى وابهرونا يا لميا بمجموعه طلبه على مسرح جامعه الفيوم طلبه فيومين كونسرفتوار آه، او اتحاد الطلبه بنات واولاد لا انا هبعت لك والله فيديوز بكده لو حبيتي ت... ايه ده ده انا اسف غلبوا الفرق الموسيقيه بتاعت مصر غنوا اغاني وطنيه اغاني دينيه محمد يا رسول الله عليه الصلاه والسلام حاجات كده فالولاد والبنات شكلهم واناقه اناقه يعني ما احناش متوقعينها في الريف بنت لابسين شياكه جدا والولاد وفي حالة برضه ما اعرفش سبحان الله يعني الواحد بيطمن على مصر لما يشوف الحاجات دي يعني بص بقى المشاكل اللي انا قابلتها يعني خليني اتكلم في حته السلوكيه شويه أيوة الاضطرابات اللي انا لقيتها اكتر حاجه يمكن لقيتها التاخر اللغوي يعني ممكن تلاقي عيال كتير مثلا آه ممكن آه لغويا مثلا تحتها او او بمفرداته مفرداته قليله آه لغته في ده حروف ده سن قد ايه تقريبا يا دكتور؟ سعادتك ده مثلا بتتكلمي من من اول آه سنتين ثلاثه اب تو لحد ثمان وتسع سنين تمام اه صعوبات في الكلام صعوبات لغويه دي منتشره شويه آه الاوتيزم او التوحد برضو طبعا فيه كان في حالات بس هقول لك برضو حاجه معلش لذيذه انا عايز اتكلم الايجابيات يعني اتفضل احنا اول يوم رحنا كنا عاملين برنامج انا يعني هروح المدارس نخش نعمل توعيه وزمايلنا التانيين هيخشوا الكلينكس العيادات يكشفوا على الاطفال واحنا عندنا عياده اسمها عياده الاحتياجات الخاصه يعني فالمهم تصادف ان المدارس قافله في يوم السبت ده فايه قلنا نعمل ايه نعمل ايه نعمل ايه, نعمل إيه دخلنا العيادات فلقينا الناس طوابير بقى كانت كمان وزاره الصحه عامله تعاون معانا فالمكان ما فيش ترمي دبوس مش لاقي مكان بره بقى الـ الـ او المبنى نفسه ستات ورجاله من الصعيد واقفين مستنيين دورهم ويعلم ربنا حالتهم صعبه قوي فانا بقول للزملائي نعمل ايه نعمل هنفضل واقفين كده خلاص المدارس قافلة النهارده مش هنعمل التوعيه للتلاميذ والاباء ف وزمايلنا التانيين دخلوا الكلينكس والعيادات نعمل ايه؟ فقلنا للناس يا جماعه كل واحد لفوا لنا كده الستات والرجال لفوا يا حاجه لفوا يا ريس لفوا مش عارف تحول المكان زي دايره كده قلنا لهم بصوا يا جماعه احنا هنتكلم انا والدكتوره حنان والدكتور صلاح عملتوا ناد. عملنا ندوه على الواقف كده الغريب بقى التفاعل يعني انا بقول لهم ايه فانا بقول للدكتوره كده اسمها هيام بتاعه تربيه كده فبقول لها هو الواحد يا دكتوره هيام لما يجي يعاقب ابنه ممكن يضربه يعني؟ قالت لي لا غلط تماما فالست بتقول لي طب نربي أولادنا ازاي مم. شوفي تق... يعني ست بسيطه جدا بتسال, بتسأل. طب لما مش ناس... هنضرب هنعمل ايه يعني انا الحقيقه عايز اقول لك كلام ورجل... اولا انا بحيي حضرتك طبعا يخليك كلامي. والقائمين على المبادره دي ان انتوا تروحوا لا لا ده اصل سل... ده مهم يا ريت تنتشر فعلا ده شيء بس انا اخدك المره آه... الجايه معانا بقى ان شاء الله طب انا على فكره كلمت لي. رئيس الجامعه عليك قلت له قلت له, قلت له والله الله. عايز لميا فهمي عبد الحميد فهو عارفك طبعا فقال لي قال لي ده, ده, ده حاجه هايله جدا ربنا يخليك ده شرف, ليه؟ ده شرف ليا ده شرف ليا بجد فعايز اقول لك كلام انه واحد واقف كده بجلابيه اخ طيب كده فقال لي يا دكتور لو سمحت قلت له قال لي انا مش من القريه دي قلت له طب انت قال لي انا من قريه اسمه استاذ محمود جلال قال لي انا قريتي انا بغير راجل غلبان جدا وظريف جدا محترم قوي قال لي انا شايف حاله حلوه طب ما ينفعش قريتي انا كمان تعملوا كده <applause> كله عايز يبقى كله عايز يعمل الحملات تفاعل عارف احنا جينا ازاي ده ده يعني عمليه تحضيرات قلت له لا اديني اكتب تاني يوم جاب لي ورقه مش مختومه من الوحده المحليه ايه وانا اديتها برضه للدكتور عبد الوهاب رئيس الجامعه ووعد بانه هيتصرف فاحنا يعني نفسنا تحية نوصل تحية لكل مكان من الدين والحياه للدكتور عبد الوهاب هو يعني لا لا بجد طبعا ده او بيحضر لده ده شيء مهم جدا يا دكتور في اي حته يساعدك ويسهل الدنيا كده بصراحه يستاهل تحيه انا بشكرك يعني طبعا يعني طبعًا, طبعا عشان مصر كلها تتشجع يعني بالظبط طبعا ويبقى في توعيه لكل كل بما ان الناس عايزه تعرف وعايزه تفهم بالظبط وعايزه تعرف ايه الصح والغلط وازاي تقدر تتعامل مع أولاد استاذنك ناخد اتفضلي ام محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي أشكرك جدا على البرنامج ربنا يبارك لك يا رب مرحكي. ربنا يخليك يا دكتور الله يخليك يا دكتور انا ابني عنده اربع سنين حبيب. هو ذكي جدا أيوه. وكويس جدا في كل حاجه في الاكاديميك يعني ممكن اعلي الصوت بس شويه عشان انا مش سامعه كويس ما في ما بيركز يعني مثلا اقول له اقعد اعمل الهوم ورك بتاعك يقعد يبص كده ويبص كده طب اشغل التي في طب اشغل الكمبيوتر طب مش مش مركز خالص وبقى عنده عصبيه فظيعه اللي انا بقول لك نفذيه اللي انا بعملهولك تقولي تعمليه هو عنده قد ايه بتقولي اربع سنين اربع سنين؟, أربع سنين؟ ايوه بيقول لك اللي انا اقولهولك اعمليه أيوة. ونفذيه؟ اللي انا اقوله ده نفذيه تمام مع ان بابا لا ما يعني ما بيتكلمش بالاسلوب ده خالص مع طب سنين. هو بيشوف مين دي اللغه بتاعته صح يعني انا بقول له ساعات مثلا اللي انا أقولك لك نفذه <تصفيق> هو <تصفيق> بيعمل زيي <applause> فبيعمل زيي بس طبعا بينرفزني بقى فببقى خلاص هو حاجات وراه مش راضي يعمل اي حاجه يقعد يبص لي كده لا اللي انا اقول لك انا دلوقتي انا بلعب انا مش عامل حاجه مم. طب خلاص يا حبيبي طب تعالى طب قوم طب نلعب مع بعض طب لا اللي انت أنا عصبيه معاه شويه ساعات بقى بيعصبني بصراحه ساعات بقى يعني اوقات بحس ان هو خلاص طب يا حبيبي طب اسمع كلامي طب اقعد اطبطب عليه لا ما بيجيش انت عندك غيره يا عندي غيره اه عندي يا طفل اربع شهور اربع شهور مم. هو طب وعلاقته ببابا اخبارها ايه ايه علاقته ببابا اخبارها ايه لا حلوه جدا بس برضو ساعات بقى مع بابا يقعد بقى يضربه يضرب بابا آه يتنرفز مع بابا يبقى عايز مثلا ما اعرفش هو واخدها لعب ولا واخدها يعني بس لا بحس انها بتبقى اوفر لان بتبقى قدام حد مثلا يضرب بابا ما ينفعش يضربه هزار يعني لا. هو هو مدرك معنى اللي بيعمله ولا إيه؟ بابا يقول حاجة مثلا مم. هي مش عاجباه يجي بقى جاري كده يقعد يضرب يضربه فجأة كده ومثلا يقول له يا حبيبي طب نعمل مع بعض طب نذاكر مع بعض طب نلعب مع بعض لا مم. أنا وقت ما أعوز أذاكر أنا هذاكر وقت ما أعوز أعمل أنا هعمل يذاكر إيه؟ <applause> لا يعني عارفة اللي هو الحضانات بقى تلوين وان تو كده الحاجات اللي هي الخفيفة دي مم. بس طبعا في بيبقى يعني يعني حاجات ما اعرفش هو ده السن المناسب اصلا ان هو يعني يذاكر الحاجات دي او ان هو ياخد 1 2 ا ب ولا لا طب انت, انت هل انت انا حساكي واخده الموضوع جد حبتين يعني أوه. فهل انت بتتعاملي معاه على انه نذاكر ونحفظ يعني انت بتقولي حاجات بسيطه و1 2 أيوة حاجات كده بل... ما بتعملهالوش ليه بشكل لعبه ما انا بعملها كده يقولي لا تعالي نلعب و... وبلاش دلوقتي سيبك من ما بتدخليش آه. ليه الحاجات دي ضمن اللعبه ما بدخلها بقعد مثلا اقول له طب تعالى مثلا مره سمعت ان انا اجيب له مثلا مكسرات او حاجه واقعد العبه وان احنا كل يا حبيبي واحنا بنلعب ومش عارفه ايه قعد بقى ياكل في المكسرات وسابني انا خالص ما اي حاجه سابني انا خالص طب قولي لي يا ام محمد عامل عامل ايه مع اخته او اخوه الصغيرين؟ لا مع اخوه كويس هو بيحبه جدا ونقعد مثلا نجيب له هدايا نقول له اخوك اللي جايبها لك هو بيضحك له هو بس بيحبك انت بس بحقني. فهو في النقطة دي لا هو مع كويس لكن مش غيران منه؟ لا غيران منه من ناحية مثلا لو جده شال الصغير فبقى يحس ان هو لا انت بتاعي جده ده بتاعي انا هو مرتبط اكتر حد مرتبط بيه جده؟ يعني هو متدلع بصراحة من ناحيتين بس بعد برضو ما جه البيبي الثاني ما ما حصلش أي تفرقة بقوا بالعكس بيدلعوه أكتر وبيخرج أكتر وبينزل أكتر بيتفسح أكتر فمش عارفة أنا عدم التركيز ده هو اللي مضايقني والعصبية انا عارف يعني ما اعرفش ايه الحل فيها يا دكتور وهل هو سنه دلوقتي ينفع يدخل مثلا السنه الجايه كي جي او كده ولا حلوة. ما ينفعش حلو قوي طيب بصي يا لمياء ام محمد ام محمد أسئلتها حلوه قوي وحاسس ان هي انسانه لو حسيتي من لهجتها شيك جدا ظريفه جدا إيه ما تحسيش انها عصبيه المفروض انها هاديه مم. بالعكس احس انها ام شابه كده مش مش كبيره انا مش حاسس انها واحده كبيره يعني فاول حاجه احنا بنقول احلى سكسس واحلى نجاح مع اطفالنا انك انت تبقي فاني وظريفه فانا زعلان ان ام محمد اللي في طبيعتها دي تقول ان انا عصبيه ومش عصبيه ومفيش كلام يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رفع على القلم عن ثلاث ومنهم الصبي حتى يبلغ عليه الصلاه والسلام الصبي حتى يبلغ فده مرفوع انه القلم انت اللي عليك القلم فما ينفعش واحد صغير تتوقع ان الصغير هو هي... انت اللي هتلتزم الاول النقطه الثانيه كل, كل كلامها يمكن يمكن لم يا لك الكلام ده ان انت حاسه يا أمم محمد واخده الامور جد قوي واللي خلاكي كده المدرسه الاربع بنتكلم في مذاكره وفي طبيعي انت بتقولي طبعا اعمل بي... ايه؟ بي... اذا بتساليني انا اقول لك والله ما تساعديش اي مؤسسه تحاول تخليكي تفترسي ابنك، انت قدامنا الدولفين سبي. والسمك والقطن اعتقد الح... ان هي لو لو سابت الحكايه تمام هو نفسه هيجي هي. يقول لها حتى هيستغرب ان هي ليه ما بتقولوش ذاكر هي قالتها ظريفه بتقول لك واحنا تقريبا انا اللي قلت الكلام ده م. اللي هو وانت قاعد بتذاكر وتحط فعلاً foods, تحط فعلا برين فودز تحط مكسرات تحط البتاع بتاع الخشاف الفواكه المجففه قراصيه مش مشية زبيب وانت قاعد بتاكل وكانك بتاذت بصي انت انت لو هو كل وما ذاكرش اهو استفاد بتقول لك هو اه يعني هو ساب طب يا ستي ما هو استفاد يعني انا امي بتقول لي لازم في المدرسة ياخد بطاطس رقائق البطاطس دي وياخد حاجات اللي احنا ما بنحبهاش قلت طب انت اديله في لانش بوكس بتاع حط شويه فشار حط شويه اللي انا بقول الزبيب والكلام ده اضربي عصفورين بحجر واحد منه اهو بياكل ويتسلى في المدرسه وده برين فود بتبني مخه <applause> يعني اللي بيحصل ده اسمه بناء مخ هو يبدو يبدو على ابن ام محمد ان هو حبيبي لسه ما نضجش خالص اربع سنين فهو لا عشان كده هي مشكله التركيز ظهرت امتى من كتر المطلوب يعني أيوة هل هي في التركيز ولا في كتر المطلوب مم. هي مش لاقيه وقت يعني مغلوطة. هو ممكن يكون تركيزه كويس قوي مناسب لسنه أيوة. لكن الحاجات آه. اللي هو بياخدها الأفوار هي فوق هي اللي خلتنا شايفين أيوة. آه. مش قادر هو يلاحق ده زائد حاجه ثانيه قالتها بتقول لك آه آه بتاع ده يعني الموقف مش عارف لو كل ناس قاعدين بنحرج آه فهو كده مش كويس لا هو ملوش دعوه يعني هو لو في الوحدينا بيضرب باباه هيبقى كويس ولما يبقى الناس موجودة هو, هو لازم دل... يفهم ان في حاجة لا. ما تنفعش هو, هو قدام فاهم. الناس ولا بس دي هتاخد وقت يا طبعا يعني يعني وبعدين مش معقولة احنا في مصر عاملين وزن جامد قوي للناس اللي حوالينا يعني السلوك لو اتعمل لوحدي مش عشان كده فضيحة ومنظرنا والعيال والله بتفهم والله يا دكتور إيهاب احنا احنا اللي بنلخبط ولادنا يعني أنا سمعت من كذا حد مثلا تقول لك ماما مثلا متعودة أن أنا لما أجي خارجة بلبس وبقول لها أنا نازلة مثلا فأجي مرة ثانية تقول لي إيه ده؟ هو انت ازاي لابسه ونازله من غير ما تقولي لي طب ما انت كل يوم بالزبط. على كده فتقولك بالزبط. هي حسب مودها وحسب حسب حالتها النفسيه وده اسمه اللا سيستم طبعا مش احنا ساعات بنزعل في مصر من اللا سيستم يقول احنا ما عندناش سيستم طب ما هو الاسره بدأ باللا سيستم م. يعني فعلا زي ما انت بتقولي الموديه دي والتغيرات يعني في بعض السلوكيات قالت مره انت محيرني معاك ودي كل ما انا بقولها قلتها قبل كده كتير م. الطفل يعني بعض الامهات يخشوا عليه يقولوا ايه بص يا دكتور بقى قبل ما اقول لك اي حاجه لعب جربنا، دلع جربنا، ضرب جربنا، كل الألعاب جربناها. مفيش حاجة نافعه أقول لهم قبل ما تقولوا أنتوا كمان مشكلة، أرد عليك أقول لك ده قيمة الغلط. فتقولي لا لأن عدم الثبات والكونسيستنسي على طريقة معينة في السلوك بتخلي الطفل يكتشف الذكي اللي عنده أربع سنين ده بقى، مم. بيكتشف بفطرته إن أنت متردد، هيزيتيتد، عندك مشكلة. ف فأنت لذلك اسأل أهل الذكر أو اقرأ في حاجة مناسبة، اعرف إيه رد الفعل الصح للسلوك الفلاني، مم. السلوك المستهدف مثلاً طفل رغاي. طب تعمل مع ايه؟ بالظبط العلماء قالوا والله ما تلاقي طفل رغاي ما تقعدش تعلق على رغيه لكن لما ما يرغيش قول له والله انت شاطر وادي له حاجه ثلاث مرات يثبت السلوك مثلا واعملها على طول بقى يبقى فيكم يبقى هنا الطفل بي لما هيجي يحاول يخرج بره النص هيلاقي انت ثابت لكن عدم ثبات البيرنت او عدم ثبات الاب او ولي الامر في طريقه محدده اي نعم مش معنى كده ان الموضوع مقفول ليك تكنيكات مختلفه في السلوكات مخ... بس مش معقوله نفس السلوك مره عشان الناس قاعده اقول لك ده انت ظريف والواحده تقول لك بلاش غلاسه <applause> ده بيحير ده, ده على كلامك انت لما تقولي مره تلبس تقول لها ماشي ومره تسيبها تخرج ف... فاللهم انا نسالك الثبات في الامر. صحيح طبعا. الثبات. طبعا. طبعًا فيعني <applause> <applause> طبعًا <applause> مهم جدا. خلينا نشوف الصوره اللي حضرتك آه بتقول لنا عليها اللي كانت في الفيوم. اه بصي هنا يا آه شوفي كم الاطفال وشوفي الحماس بصي على عينيهم احنا رافعين عاملين اشاره كده النصر يعني احنا مبسوطين بمصر كان ساعتها بنتكلم على مصر آه وعايز اقول لك العيال دول مسلمين على مسيحيين على تشكيله خلطه كده أيوه. في... فيومين عيال فيومين بسطاء جدا. بص الواد اللي تحت اهو اللي في النص اللي في النص لابس حاجه ده. على, على أيوة اللي, أوي؟ لا اللي في النص خالص بقى اللي مش لابس حاجه ده مم. بص العيال كلها ايه بسيطه وجايه يعني والمدرسات وهنا في على فكره دكتورتين واقفين وكيله كليه التمريض على اليمين يا لميا في الصوره آه. وكيله كليه التمريض واظن معاها من كليه البنات انا مش واخد بالي وانا الناحيه الثانيه ومعايا أيوة. ورايا دكتور من كليه التربيه النووية دي كل كانت الجامعه كلياتها ونسينا نفسنا بقى دكتور ايه مش دكتور ايه متبسطين هم اللي ساعدونا على الحاله دي أيوة. والراجل اهو بتاع في راجل كان جنبي مش باين في الصوره راجل من الفيوم وفي اساتذه ثانيين واقفين لا احنا تحول الموضوع وهو ده المطلوب انك انت الغرض مش احنا ندي محاضرات هي مزجه كده في معلومه مبسطه بتوصل في النص بس الحقيقه يعني احنا ارتفعنا بسقف معلوماتنا لما شفنا العيال احنا جايين محضرين نفسنا على حاجات بسيطه قوي والناس مش عارفه فلما الاقي مستوى العيال كده اضطريت انا اقعد مع زملائي ونرفع مستوى الكلام علشان ايه يعني لقيت في استجابه آه منه علين. قادرين نفهم آه. استاذنك نروح فاصل ونكمل ان شاء الله مشاهدينا مش 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 فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه خليكم معانا بنرحب باتصالات حضراتكم واسئلتكم ناخد مدام سهى الو ايوه اهلا بيكي آه مدام سهى اتفضلي اهلا بحضرتك آه لو سمحت انا عندي بنت آه سنها سنتين الا شهر آه هي مش بت... هي بتقول بابا وماما وكل حاجه كويس بس آه مش بتقول جمله يعني كامله على بعضها مم. او مش بتقول كلمتين هي وانا يعني عادي عودتها على الفيديو كل حاجه وبت... آه لما بتحب يعني تدخل او تدخل حمام بتقولي لي باي بس ومثلا بتقول نونو ننه كده بس ما بتقولش كلمات كتيره يعني تمام انا بس كنت عايزه اسالها كده متاخره طيب. طيب. ولا طيب. في مشكله تمام طيب. طيب. هي دي بس كل مشكله ما ده ما فيش اي حاجه تانية لا وهي بتعيط كتير جدا بتجيلها يعني حالات لو ما عادش اللي هي عايزاه بتصوت جامد قوي يعني مش بعرف اهديها وفي الاخر ف... لما بتصرخ جامد قوي بتعمل لها بت... اللي هي عايزاه لا لو ما بعملها اللي هي عايزاه اه بتسكت طب خلاص يعني هي عارفه السكه اه هي اهو مش بعرف يعني مش بعرف اليها مثلا زي بقيه الاطفال كده في اي حاجه مثلا او اخليها تبعد عن اللي هي عايزاه لا مش بترضي خالص. بس هي بتفهم الكلام اللي انا بقوله كويس يعني لما بقولها اسكتي مثلا اقول لها بس مثلا كده بت يعني بتنفذ اللي انا عايزاه. او مثلا اقول لها هاتي مثلا الحته الحاجه دي مثلا عادي يعني بتيجي مش مشكله. كدا. بس هي بس مشكلتها كلها في الكلام وفي الكلام وفي ان هي بتصوت. تمام طيب حاضر تباين يا مدام بص لاميا هو الكلام مبشر جدا وواضح من خلال الكلام بتقوله مدام سوها ان الطفله ذكيه بدرينا بتفهم الاوردرز وبتنفذها وسنه و11 شهر دي ولا سنتين الا شهر يعني يعتبر سن نسبيا صغير اوكي لا لا نحن متفقين ان في في يعني المفردات كان ممكن تبقى اكتر من كده شويه وفعلا المفروض عن سن سنتين سنتين ونص مثلا الجمله بدات ريلاتيفلي نسبيا مكونه من كلمتين بس برضو يعني الظروف البيئيه لها دخل كبير جدا وحاسس ان سنه ما هي بتستقبل بس ولا في حد دايما بيكلمها وياخد ويدي معاها في الكلام بالزبط. لانه بالزبط. دلوقتي الجيل اللي طالع كله قاعد قدام كله قاعد الكرتون وقدام التلفزيون وبيستقبل بس بالمناسبه اخر بيبر نازله من الجمعيه الامريكيه اظن للطب الاطفال بتتكلم عن من منع منع باتا تعرض الاطفال في الثلاث سنوات الاولى الى شاشات الكترونيه بقدر الامكان لانها المشكلة يا لم يعني انها بتغير في تركيب المخ بتغير في تركيب مناطق الكلام م. والشخصيه فالموضوع كده ثابت بعد ثلاث سنين ولكن برفق برضو ارجع لمدام سهى انه هذه الطفله المطلوب تكثيف البيئه عليها اكتر و... ومن حقها تخاف من حقها تخاف يعني احنا بنقول انه كل حاجه حلوه وظريفه وانا شايف ذكاء فيش كلام في كده بس من حق الخوف ده يعني من خاف سلم نروح نسال نطمن نفهم لانه انا بقولها هو من يعني تكثيف البيئه ده اساسي ده قبل ما بتيجي لاي حد ولا تروح لاي دكتور تعمل التجربه دي شهرين ثلاثه مكثف فوق دماغ العيله أه والله هنا على فكره انا دايما اقول الحضانه سنتين مم. انا هنا ساعات لما يتاخر الكلام شويه بقول أه ممكن قبل كده مم. أه الطفله دي المفروض في سن الرضاعه لسه على فكره يعني هي رضيعه بس بنقول لا تروح عشان تتعرض بسرعه للمجتمع لان شكلها كده يا اما في مشكله في البيئه يا اما البنت عندها استعداد انها تتاخر شويه في الكلام ودي قد تكون علامه نبوغ مم. قد تكون علامه نبوغ يعني مش شرط يبقى علامه أه حاجه وحشه ايوه فالفكرة انه الاتيتيود بتاع المذر وحماس الماضر الام يعني والبيرنتس الاب والام ان هم يحاولوا يسروا, يسروا البيئة المحيطة ويجعلوها ريتش بالكلام الكتير الطفلة كمان في حاجة ظريفة جدا تبشر وتنبه ان هي انا عندي اطفال اعلامية يقول بابا على اي حاجة مم. بابا بابا لا اي حاجة بابا بابا مش عارف الحمام كذا في بي مش عارف فهي هي فاهمه وعارفه من المسميات بتاعت كده عارفه هي بتقول ايه على ايه لكن المفردات مش كتيره ده قد يرجع الى زي ما قلنا ان البيئه محدوده في التعامل برغم انها قد تكون سيده وبيتهم ظريف وكل حاجه بس مقفلين قوي مم. بتكسر كمان في حاجه اسمها الاوفر بروتكتنج ماذرز او مم. الامهات شديدات الحمايه زائدات بمعنى ايه ام مثلا حصل ان طفله ولد بحقن مجهري او اللي هو التلقيح عنده بعض النقص في حاجات ايه معينه بالظبط كده هنا الطفل ده بيسموه بريشس بيبي طفل ثمين اتى بعد تعب شديد ثمان سنين حاسين ان في مشكله فراحوا للدكتور فعمل لهم تلقيح صناعي فطلع الواد ده الواد ده بقى يقطعوا الدنيا ان شاء الله ما راح مدرسه م. فبنبص نلاقي الام جايه معاها طفل عنده اربع سنين ما بيتكلمش او كلامه بسيط جدا من الحب ما قتل برضه انا دايما اقول في الحته دي اقول يا ايه يعني بنسلم بنتقر... نسلم ابننا للحضانه اللي نستخيره ونقول يا ربي اللهم اني استودعتك ابني او ابنتي أيوة. وانت الذي لا تضيع ودائعه واللهم انت خير أرحمه ورحمه. إيه؟ حافظ وانت ارحم الراحمين هنعمل ايه هفضل حبسه جنبي ربنا موجود طبعا لكن طبعًا. دكتور اصل وقع اصل ما بتعرفش طب طب الجزئيه بتاعت ان هي بتصرخ كتير جدا آه. لحد ما تعمل لها اللي هي <applause> عايزاه برضه عمليه الصريخ دي تصنف ناحيتين مم. انا اميل لفكره انه الدلع اللي هي قالته هي وسيله هي قلته. البنت فهمتها فهمتها عشان خاطر يحصل اللي هي عايزاه بالظبط بتنفذ وبينفع وبيحصل في النهايه بتقول على الناحيتين طبعا في يعني جانب اخر بس لا يتضح في هذه الصوره هو لما جم يشخصوا الذاتويه او التوحد في الاطفال النهارده في امريكا بنتكلم في شهرين ثلاثه ممكن اشخص توحد الطفل شهر عنده شهرين ثلاثه من ايه؟ الطفل بعد مرور ساعه ماكسيمم من ولادته يا يعني لميا لو بصيتي او حركتي وشك قدامه يبدا يبص على الفيسز ويتحرك معاك اه طبعا ياخد باله من الرياكشنات ويفهمها ساعه عمره ساعه الطفل اللي المبادئ الذاتويه عنده ممكن ما يعرفش ان هو يبص كويس ويبقى عياطه كتير م. وما بيتواصلش جيدا لكن انا شايف القصه دي مش ماشيه معاها كده ما هي, هي طبعا البيئه وتكون فاني برضو في طريقه تربيتها والطفل يعني يعني تعرضه برضو على حد نشوف ايه الفكره لكن انا شايف الدنيا حلوه تمام ان شاء الله تكون جميله دكتور ايهاب نورتني وبشكر حضرتك جدا اشوفك ببقى. على خير ان شاء الله بشكركم مشاهدينا واشوفكم على خير يوم السبت ان شاء الله سلام عليكم <applause>